كلنا نعرف ان شخصيه فروزان شخصيه سبورت، وهي افضل سبورت لشخصيات الانيمو، لكن ايش يصير لو خليت الشخصيه هذه هي سبورت لنفسها؟ بمعنى صح فروزان دي بي اس. ففي هذا المقطع راح نشوف دمجها كدي بي اس. فالبلد اللي انتم شايفينه قدامكم هذا كله حيتغير، بيصير من كذا لكذا. هذا البلد راح نسوي تجارب عليه. فقبل ما نخش في محتوى المقطع ضروري انك تشيك على متجر ماي جنشن ستور في حال انك تبغى تجرب شخصيه او انك تبي تبدا بحساب جديد. وبرضه صار عندهم حسابات انك انت تبدا بليفل 45 وفوق، ولا ومعك برامج يعني شخصيات فونتين في الجيب. فاذا حاب انك تشتري لك حساب مزبوط الرابط في الوصف. طيب بنخش بتفاصيل التيم. ايش التيم اللي راح استعمله في هذا التجربه؟ عندكم فروزان، بنت، مونا، ولينت. لينت ليش تقريبا وسط؟ لا نكون من جد يعني واقعيين، ابغى شخصيه ثانيه تدمج انيمو استفيد من بف فروزان، نفس الوقت انا سبور فتعطي اتاك يعني. تسوي ان شاء الله شغل، ان شاء الله انا تبيض الوجه يعني. طبعا الفكره هذه يا اخوان هي انا بديتها مع فروزان، لكن هي احتمال كبير انها تكون سلسله. اجيب لكم شخصيات سبورت ما لهم اي دخل في الدمج ونخليها تطلع دم. ففروزان الفكره حقتها انا ليش مستعملها كدي بي اس؟ اول حاجه موضوع كريستليش سي 6 حقها جدا جبار يعني. اول حاجه انه يعطيك 40% كدمج. ثاني شيء انه الالتي حقتها وخبطه الالتي راح تيجي عشوائي على كل وحش، فهذه الضربه تعتبر من دمج الالتي نفسه، فالشيء هذا جدا حلو صراحه. غير فكه الالتي، فكه الالتي حقتها 800 دمج سكيل، فانا ما ادري كم حيطلع الدمج، ايش اللي حيصير بعد شوي ما اعرف، لكن كل اللي اعرفه انه يعني في دمج، في دمج حلو. طبعا صح دقيقه، انا ايش فيني؟ ايش فيني شابه متحمس بزياده؟ انا مريتكم البلد، اوكي هذا الستات تمام، لكن السلاح R5 سلاح يلان ليش؟ عشان هنا الانكريز بدري شو دمج اذا قربت منهم. شيء ثاني برضو كل دمج يعني 88. الارتفاكتات معطيها طبعا اللي هو امبلم ليش؟ عشان الدمج حق الالتي يزيد زياده، فهذا الارتفاكتات كذا على السريع يعني. عندكم موضوع كونستيشن C6 وهنا معطيها كرام، فالمفروض يعني على ورق انها تطلع دمج يعني كذا ولا كرت الثاني. يا الله يعني خلاص نغير الوحش يعني نغير شكل الله. طيب بنجرب على اللي هو مسنوري. مسنوري يعني تقريبا في يعني علاقه قويه بينه وبينه، المفروض انه هو يساعدني هذه المره ان شاء الله. ايوه شفت قلت لكم والله علاقه يعني علاقه اخويه ممتده على يعني مدار ممكن سنتين تقريبا. المهم طبعا شايفين في دمج كثير، لكن الزبده تيم هذا ما يصلح لشخصيه واحده او مثلا بالاصح بوس واحد، فعشان كذا بنختصر الموضوع بنخش الابيس. فبسم الله على طول على الابيس بنروح بنتفاهم مع البوسات هناك. الحين المفروض الالتيات ورا بعض المفروض. اوكي 10000 السكيل نايس والله. طيب سوي زي كذا فك التي مره ثانيه سكيل التي بسم الله. اما سهل حلو حلوين، بداية جميلة بداية موفقة. في 20000 هناك ما ادري كيف طلعت. اوكي 22000 حلوة. التيات في الارجاء يا لطيف. اوكي والله مسح يا شباب. اوكي حلوين، ما ادري كيف ايش قاعد يصير الحين ما ادري بس اوكي. اوكي البوس هذا راح. ما ادري ايش اللي قاعد يصير، في فوضى. اوكي البوس هذا راح. لعب ايش في؟ مية والله فروزان دي بس مشروع جميل والله. انا كنت قاعد اكيس يعني كان كيس. خلصنا كذا الحين عندنا السكيل في بونس تقريبا يعني ممكن ها في افضليه شوي يعني. لعب يا عيني هذا خلصه اللي بعده يا عيني التمركز حقك جدا جميل مكان ما يطلع الباقين. حلو سوي زي كذا يعني. ايوه حلو. لا ما يطلع. دقيقه ايش سويت انا؟ اوكي لا حبيبي يا ابو درع خلاص فل انت بس يعني. اوكي انت قاعد تحميهم حبيبي بس انا
نبغى نسوي مهمة هنا. لا تخرب المقطع حبيبي لو سمحت. خذها يا غبي. التيمون انا ليه ما قاعد اسويها؟ في عندي اشكاليه انا تصدقوا؟ اوكي لا لا حلو 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 حلو. اوكي اخر شامبر ما شاء الله علي طبعا ولا التي عندي. يعني هذا احد الفله حقتي. نسوي زي كذا نعطيها التيمونه يا عيني. واه شباب ور خلاص موت انت خلاص استسلم. ايوه الكول داون يا رب. ايوه نايس هذه راحت. تكفى 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 خلاص بليز. راحت يا يعني السكيل قد دمج 40,000. في دمج بس الفكره ان يعني تيم معاق صدق يعني بعد تفكير التيم شويه في اعاقه. يعني مثلا لو استعملنا فنت يتجمع في مكان واحد وضرب الجيم كله او مثلا استعملنا كازو. خلونا نسوي التجربه هذه على السريع. بنحط كازو رغم انه كازو شويه غشاش صراحه يعني بس ايش بنجرب. طيب نسوي كذا. طيب نسوي كذا التي مونا التي برضه ايه شايفين تقريبا افضل احسن من اول. اقدر اجمع في مكان واحد اضرب الجيم كلهم. شو اي مره افضل خلاص. طع 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 كلهم ورا بعض. كذا راحوا حلف الموضوع ان قاعدين الالتي ما ادري كيف ايش الاسباب اللي يعني قاعد تجيب لي الالتي ما ادري. فرزان والله ان التيم هذا جميل. التيم هذا افضل والله. وبكذا طبعا نكتشف ايش انه يعني ما شاء الله لينت ما داعي صح قاعد تطلع ارقام قاعد تسوي حركات ما لها داعي حرفيا ما لها داعي. فقبل ما ننهي المقطع طبعا لازم نسوي ون شوت. وين نسوي الون شوت هذا اكيد عند بال ونخليه ختاميه. طيب يا اخواننا سوينا صيانه شويه بسيطه كذا في البلد فحولنا لاثنين نوبلس واثنين اللي هو انيمو. فزي ما انتم ملاحظين يعني 272 كريت دمج والكريت ريت يعني ابو كلب الصدق. انا اتمنى انها يتكرت من اول مره يا رب يعني. والاتاك زي ما انتم شايفين طبعا الاتاك نازل ليش؟ لانه السلاح حق ايلان سلاح ايلان البس اتاك حق ابو كلب. فهذا تقريبا البلد حقها. طبعا ضفت معاها جين. جين برضه بتطلع دمج في نفس الوقت يعني 40% من دفاع العدو بينزل. وفي عندكم برضه مونا ازبده في تفجير كذا نقدر نخش البال ونسوي الون شوت. يا رب يا كريم. يا عيني 300,000 يا ساتر يا لطيف. ايش في 300,000 300,000 من شخصيه سبورت يسخن خلص عليه يعني. واه باقشي الله. لا 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 ابدع 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 صراحه. فرزان دي بي اس تجربة جميلة. هل تصلح في العالم الخارجي؟ لا. هل تنفع في الابيس؟ ممكن. هل تسوي الشيء هذا؟ لا. ليش انا قاعد اسوي هذا الشيء؟ عشان انت ما تسوي. سوي اشتراك ولايك مع السلامة.